تجمع الرياضة العراقية نجومها في ميدان رحب من المحبة، وكذلك تعزز الشعور بالانتماء للمجتمع والصداقة الحميمة، فضلا عن تعزيز العلاقات والعمل الجماعي والتعاون والتضافر من أجل تحقيق الانتصارات للعراق، وهي قوة موحدة تساعد على بناء التماسك الاجتماعي بين أعضاء الفريق الواحد. ويمكن للرياضة أيضا أن توفر منصة للأفراد لتحقيق النجاح الشخصي والتقدير والمساهمة في إحساسهم العام بقيمة الذات والهوية. هذه بعض رسائل وفد المنتخب العراقي إلى اللاعب أيمن حسين. أبو شنب من تضريس. أيمن ويتاك. طلب طبار من تضرينك شد حيلك. منتظر عودتك إن شاء الله عن قريب. أخويا أيمن حسين. مكانك خالي. أيمن جوالسون بابا. مشي حبيبي. أبو طبار مشتاقين عودة قريبة إن شاء الله. الحمد لله على السلامة أبو طبار إن شاء الله شدة وزالة. Amen. We wish you all the best, my brother. You will come back stronger. We are waiting. You wish him all the best. Yes. I wish him all the best, best. Amen. To come back stronger to us. But against Kuwait, yalla. جاهز against Kuwait. Amen. نشتاق لكويت وسلامات حبيبي. سلامات حبيبي. أبو طبار منتظرك حبيبي. يلا أيمن. أبو طبار. الحمد لله على السلامة. إن شاء الله نشوفك بكويت. جاهز للمباراة ولا لا؟ أخوي أبو طبار الحمد لله على السلامة. يلا حبيبي فضهم منتظرينك بالكويت.